الفاضلة، أمي، 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 أختي الغالية، ابنتي، ابنتي، ابنتي الحبيبة، ابنتي الحبيبة، يا من تصرخين، من تصرخين، لأنك تبحثين عن والدك الذي ضاع أمام عينيك وبين يديك. يا ابنتي الغالية، يا من تبكين على أمك التي قتلت أمام عينيك وبين يديك. أختاه، أختاه، يا من رأيت بيتك قد هدم على رأس والدك ووالدتك وأطفالك وإخوانك وأخواتك. هيا هي الجو إلى الملجأ الحقيقي، اعتصموا بالعصمة الحقيقية. أختاه، أسمع نداءك بقلبي وبأذني، وأنت تنادين على العالم كله بصفة عامة وعلى العالم الإسلامي والعربي بصفة خاصة، وتقولين: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه، أماه، بنتاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أماه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة، وسرى بها نحو الضياع رفاق. أماه، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق. فمدي إلى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق. أماه، لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا يتضاءل الفجار والفساق.